الجولة الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. أهلا بكم. نسهلوا جولتنا من يومية الأحداث المغربية. نفت مندوبية السجون ما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من صور يزعم مروجوها أنها تعبر عن حالة الاكتظاظ بالسجن المحلي بوجدة لا علاقة لها بهذه المؤسسة، بل إنها نشرت أول مرة سنة 2007 ونسبت أنذاك إلى السجن المحلي بالعيون. وإلى يومية المساء، غرق مشروع دراجات التاكسي الذي كلف 2.5 مليون درهم والذي قدم إلى الملك في شهر يناير الماضي في فضيحة جديدة بعد أن قامت مصالح ولاية الرباط بالحجز على الدراجات بدعوى عدم توفرها على تأمين. ونختم بيومية أخبار اليوم. أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب العودة للاحتجاج من خلال تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل في العاصمة الرباط بسبب التضييقات التي يتعرض لها الطلبة داخل الكليات والأحياء الجامعية. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.